التمكين الاقتصادي والاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة شكل محورا أساسيا لهذا اللقاء الدراسي الذي قدمت خلاله عروض حول برامج التنمية المحلية للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تقوية قدرات الفاعلين المحليين ودعم المشاريع المدرة للدخل والتنموية المقدمة من طرف هذه الشريحة، وذلك لإرساء استراتيجية جهوية لتسهيل إدماج هذه الفئة وتمتعها بكافة حقوقها. اليوم تم عرض البرنامج تمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، يعني تقديم الوثيقة البرنامج، شرحها بالنسبة للجمعيات المهتمة بهذا الموضوع وكذلك الجمعيات العاملة في مجالات التنمية الثانية يعني من المرأة والطفولة. البرنامج ديال اليوم يتعلق بالتشاور حول بعد الإعاقة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة يعني ما يتعلق بالإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وبالنسبة للتدخل ديالي كان يهم النساء في وضع إعاقة والفتيات. هذا التدخل كان منصب على قضية النوع وآليات تحليل النوع الاجتماعي في علاقة مع قضايا المساواة وعدم التمييز، الإنصاف والتمكين. اطلع الجميع على أهم المساطر والقوانين الدولية فيما يخص الاتفاق الدولي لحقوق الإنسان في شقها المخصص بالشخص المعاق، والحقيقة أن هذا الموضوع كان جدير بالمتابعة حيث اطلع الجميع على أهم المساطر والقوانين والحقوق والواجبات التي تدعم الشخص المعاق، لا من ناحيته الدستورية والاجتماعية والاقتصادية. وقد أكد المتدخلون خلال هذا اللقاء على ضرورة تفعيل الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع سياسة جهوية مندمجة لحماية حقوق الأشخاص المعاقين وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.